المقادير المحتاجة لعمل حشوة حلاوة الجبن، حشوة بطعمة الجبنة المضبوطة على طريقتي، اتبعوا المقادير اللي قلكن عليها. عندي لتر حليب هون بدي أغليه أسخنه، وعندي نص لتر حليب بدي أضيف عليه النشا. عندي أول شيء لتر حليب، نص كوب من النشا، نص كوب من السكر، نص كيلو 500 غرام جبنة مقروشة. يعني هاي بتعملوها من لترين حليب تقرشوهن بشوية خل. في طريقة عملها موجودة عندي بالقناة، شوفوا الرابط أسفل الفيديو على اليمين الشاشة. 20 غرام زبدة، ماء الزهر. هاي هي كل المقادير محتاجة لعمل حشوة حلاوة الجبن. خلينا نشوف طريقة التحضير سوا. هاي عندي القريشة، أول شيء نفرطها شوي بإيدنا مشان نضيفها لخليط النشا مع الحليب. كوب النشا، هذا كوب صغير يعادل 6 معالق نشا كبيرة. بدنا ندوبه منيح بالحليب، وبعدها ندلق عليه حليب السخن المغلي اللي عم بغليه لوحده. نص لتر حليب، ضفت له 6 معالق نشا كبيرة، نص كوب. بدي احط فوقه لتر حليب مغلي، منضيف له حلو، منضيف له قريشة الجبنة، ومنضيف نص كوب سكر ومعلقتين زبدة. تأكدوا انه النشا داب مزبوط عشان ما يكبتل معنا. هلا عندي حليب اللتر اللي عم يغلي قرب يغلي، وبجيب معلقة الخلط عشان اتأكد انه النشا داب مزبوط، وبلش حريك. ما راح ضيف سميد لاني نحن بدنا نضيف له جبن، حلاوة الجبن اطيب جدا انه تطلع طعمة الجبنة جواتها، ما انا حلاوة السميد. يعني من برا يكون سميد بس من جوا لازم تحسوا بطعم الجبن. برجيكم الحليب الثاني عم يغلي. لتر الحليب هون عم تغلي، هلا بسغله بتلقه فوق الحليب اللي عندي هون. هلا بنحرك باستمرار تبعين الجاتو. هلا بنحرك باستمرار بالمشبك، وقبل ما يجمد الحليب بنضيف له الجبنة اللي قرشناها ومنطفي عليه النار. هلا اللي بحب يضيف سميد، بس انا ما بحب ضيف السميد، حاطط نص كيلو جبنة قريش. بدي اتأكد انه ما في تحت نشا، داب النشا تماما. نخليه يغلي له شي 5 دقايق، رح دوق انا الحلو تبعه بهالوقت. فيكن تدوق الحلو بس انتبهوا ما تحرقوا تمكن. ممتاز، حتى الماء زهر ممتاز فيه. هلا مخليها شوي 5 دقايق تغلي تعقد، وضف لها الجبنة اللي قرشناها. هلا بلشت قل تمام، رح احطه بمعلقه لتتاكدوا، بصير يطلع صوت هيك مثل شياط. يعني انتبهوا ما تحرقوا النشا. هلا صار وقت لازم اطفيه واقلب فوقها الجبنه. هاي طفي فوق الحليب مع النشا. هلا بنقلب فوقه الجبنة المقروشة. هلا
هلا بحركهم شوي شوي مع بعض على نار مطفية. ما بدي اياهم يدوبوا، يعني بدي اياهم هيك شقف، يعني واحد ياكل حلاوة الجبن تطلع له هيك شقف جبنة بتمه. الله الريحة فظيعة. هلا مدلقة مخليها تبرد. هاي القشطة على الأصول عشان تاكلوا حلاوة الجبن بالقشطة الأصلية، حلاوة الجبن بالبيت ما يغشوكم الحلونجية يحطولكم حلاوة الجبن سميد ونشا وسكر وشوية ما زهر يضحكوا عليكم. هاي هي هلا بس تبرد بصير عملها سهل. ناخذ قطع هيك منها ونحطهم بقلب حلاوة الجبن. هلا حطوها بالبراد وغطوها ببلاستيك